في زيارة تاريخية وصل الرئيس الروسي بوتين إلى السعودية في ثاني زيارة له إلى المملكة والأولى منذ 12 عاماً، فمن أين بدأت العلاقات؟ تمتد إلى الحقبة السوفيتية، فالاتحاد السوفيتي أول دولة غير عربية اعترفت بالمملكة دولة مستقلة عام 1926، هم من بادروا إلى بناء علاقات قوية مع الملك عبد العزيز، وكان عبد الكريم عبد الرؤوف حكيموف أول سفير للاتحاد السوفيتي لدى السعودية في 9 أغسطس عام 1924، وقد أسهم في توطيد العلاقات. وفي عام 1927 قام بتنظيم عملية توريد السكر والطحين من ميناء أوديسا السوفيتي إلى جدة، وفي أكتوبر من عام 1928 بعث حكيموف برسالة للأمير فيصل نائب الملك في الحجاز لإنشاء المؤسسة التجارية الحكومية للتجارة وممارسة أعمالها الحرة في البلاد. الباشا الأحمر نجح في تنظيم زيارة الملك فيصل إلى موسكو في عام 1932، وفي عهد روسيا الجديدة مضت العلاقات في درب الصعود. من ضمن المراحل الهامة قيام الرئيس فلاديمير بوتين بزيارة السعودية في فبراير 2007، وكذلك زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز في أكتوبر 2017، والأمير محمد بن سلمان إلى روسيا في يونيو 2018، ووقعت خلالهما اتفاقية هامة. ومن المتوقع أن تتجاوز التجارة بين البلدين 10 مليارات دولار في العقد المقبل، منها 350 مليون دولار واردات السعودية من روسيا مقابل صادرات بقيمة 150 مليون دولار. فالسعودية استثمرت 2.5 مليار دولار في مشاريع روسية مختلفة في مقابل 1 مليار دولار في مشاريع سعودية من جانب روسيا. موسكو والرياض تدرسان حالياً أكثر من 10 مشاريع مشتركة جديدة بقيمة إجمالية تفوق 1 مليار دولار، بينما تقدر قيمة التجارة البينية بنحو 1 مليار دولار. يعد البلدان من أكبر الدول المؤثرة في سوق النفط العالمية، ويمثلان 21% من الإنتاج العالمي.